رجعنا لحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ياسر، واحنا بنتكلم عن المباراه النهائيه ايضا تنظيم اكثر من رائع الحقيقه يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه. اكيد طبعا التنظيم كان اكثر من رائع بصراحه، حاجه مشرفه. الناس كلها مبسوطه، المنظر كان غير طبيعي، جسمك كان بيقشعر لما الكاميرا بتلف على الجمهور. صحيح. او المنظر من بعيد حاجه يفخر لها كل مصري بصراحه. تنظيم اكثر من رائع. طبعا الواحد كان متضايق شويه عشان التنظيم بتاع الكونفدراليه، وان احنا برضه ده في الاول والاخر احنا بنتكلم كمصريين بعيد عن انتماء النادي الاهلي او نادي الزمالك. انا نفسي دايما ان احنا مصر تبان بشكل كويس بشكل رائع في جميع المحافل يعني. فطبعا الاحتفاليه والمنظر اللي كان في الملعب والتنظيم، لا كانت حاجه اكثر من رائعه بصراحه. طب ايه المطلوب من النادي الاهلي خلال هذه الفتره علشان يحافظ على هذه المكانة سواء قاريا أو عالميا؟ أنت بتاخد تقريبا الحمد لله والشكر لله في 5 سنين الأخيرة توصلت 5 نهائيات أو 5 نهائي دوري أبطال إفريقيا، عالميا بتنافس ريال مدريد والحمد لله، يعني كل شوية ناس بتتكلم عن هذا الأمر والمنافسة ما بين ريال مدريد ونادي الأهلي، وبالتالي كيف تحافظ على هذه المكانة؟ يعني أنا سمعت حوار الكابتن خطيب والكلمتين ببساطة، هو دايما كلامه بسيط لكن بيلم كل صحيح. اللي أنت ممكن عايز تسمعه يعني. هو الراجل قال لك إحنا عشان نحافظ على اللي إحنا فيه لازم تضاعف العمل بتاعك يبقى مضاعف. فده طبعا لما رئيس النادي بتاعك أو رئيس الكيان بتاعك بيقول الكلام ده، فده معناه انذار لكل الناس اللي موجود إنك لو مش العمل بتاعك مش هيبقى مضاعف، أنت كلاعب أو إداري أو أيا كان أو مدرب انت مش هتبقى موجود. لا، واللي لفت نظري اكتر في هذا الامر وهو زي ما قلت لك انت من 5 بطولات خدت 4. اه طبعا. فهو طبعا بيبارك وبيعمل كل ده للشباب واللي عاملينه والجزء وهايلين ورائعين وكل لكن حاجه، لكن تفكيره في حته تانية. ولكن بيفكر انا ليه خسرت يعني ليه عملنا كده؟ ليه خسرنا ليه خسرنا بطوله؟ لان مش انا قلت لك يا كابتن اسلام في الاول انت ما بتتعادل ماتش بالنسبه لك خساره، فما بالك انت بتخسر بطوله فايا كان بقى، في كره القدم، في كره اليد، في كره الباسكت، في اي بطوله من البطولات. هو الاهلي، هو النادي الاهلي. صحيح. ودي حاجه برضو يمكن صحيح كانت موجوده بس مش موجوده بالشكل اللي موجوده عليه حاليا، ان احنا مهتمين بكل الالعاب. انت مهتم انك تطلع الاول في كل الالعاب. صحيح كانت موجوده بس ما كانتش بالشكل اللي احنا بنشوفه الفتره الاخيره دي. صحيح. فدي حاجه برضو تحسب لمجلس الاداره ورئيس النادي، وحاجه محترمه يعني وحاجه مشرفه. احنا في فتره توقف دولي، ايه المطلوب من مارسيل كولر في هذا التوقف؟ عندك مجموعه كبيره جدا موجوده مع المنتخب، عندك المجموعه اللي باقيه اللاعبين الاجانب معظمهم مع منتخباتهم، وبالتالي تقريبا نص الفرقه بره. هو طبعا هي طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا على الجهاز الفني ان بيبقى في توقف بسبب المنتخب او التوقف الدولي، لكن برضه بتبقى فرصه للمدير الفني ان هو بيبدا يشوف من الناس اللي موجوده في قطاع الناشئين والناس اللي ممكن مبشره ان هي تبقى موجوده في الدرجه الاولى او اللي ممكن بعد كده يبقوا نجوم، فبيبدا يشوف الناس دي، بيبدا يعمل ماتشات وديه، يحافظ برضه على المستوى للاعيب اللي موجود، لو ما انضمش للمنتخب يبقى برضه في نفس المستوى، ما يقلش عن مستوى الناس اللي راحت للمنتخبات. لا هو طبعا هي صعبه بس هو طبعا اكيد يعني راجل عارف هو هيعمل ايه يعني اكيد يعني. عندك 9 ماتشات تقريبا في 27 27 كل 3 ايام مباراه، منذ العوده يوم اول مباراه هتبقى يوم 14 لغايه يوم تقريبا 12 السبعة. ضغطه كبيره جدا في المباريات، شايف المنافسه ازاي في الدوري بقى في ظل هذه الضغطه الكبيره جدا؟ لا انت مطالب النهارده انك تكسب كل المباريات المتبقيه عشان ترجع لوضعك الطبيعي اللي هو ايه، اللي هو المتصدر يعني. ده وجهه نظري. المتصدر استحاله ان هو هيكمل بدون هزيمه، بدون تعادل، بدون لان هو برده ما عندوش شخصيه النادي الاهلي، ما عندوش شخصيه البطل ان هو يحافظ. سهل جدا توصل لفوق بس صعب جدا انك تحافظ على المكانه، محافظ على هذه الشخصيه. لكن دي بتبقى محتاجه بطل ومتعود وممارس في الموضوع ده. فالنادي الاهلي انا واثق ان هم قادرين ان شاء الله. الموضوع صعب، كل 3 ايام مباراه يعني، انت تريح 3 مش هتلحق لا استشفى ولا تعمل حتى حاجه تكتيك للمباراه اللي بعديه، ولا تقدر تعمل اي حاجه للاعيب، طبطب عليه وقعده زي ما بيقولوا يعني. صح. فانت يا دوب هو تمرينه خفيفه، تمرينه مش عارف كلام، هتبقى يعني كل الموضوع هيبقى كلام. لكن الحاجه الكويسه والحاجه اللي تحسب لمستر كولر طبعا ان مفيش حد ثابت، بتغير كتير. انت النهارده انا وكابتن اسلام في مكان واحد، انت النهارده موجود بعد بكره انت مش موجود، انا اللي موجود. ففي منافسه كويسه، والمنافسه دي في الاول والاخر الفرقه هي اللي بتستفيد.
فدي حاجه كويسه. فكل اللعيبه كله عايز يلعب وكل واحد عنده البديل والبديل، وفي لعيبه كمان صغيره تبقى برضو تبان بشكل جايه، فدي حاجه كويسه ممكن دي تشيل الضغط شويه عن عن النادي. اكتر التحديات اللي ممكن تقابل النادي الاهلي بعد العوده من التوقف الدولي هي المشكله برضو يا كابتن اسلام، ان انت زي ما قلت برضو ان ان ما عندكش وقت انك تعمل اي حاجه، انت داخل في مباريات على طول. فده موضوع صعب، تحدي ده تحدي كبير جدا يعني. وخلي بالك احنا مجرد ما اول الحكم ما بيصفر في المباراه اللي هتتلعب بتاعه الدوري، اول مباراه بعد التوقف احنا نسينا ال 12 خلاص بقى انسى. احنا نسينا ال 12 احنا عايزين الدوري. احنا بنفكر احنا عايزين الدوري، احنا مالناش دعوه، احنا ما احنا ما بنفكرش غير كده. وده اللي منجح النادي الاهلي، لان من اول مع احترام العمال بتوع النادي لحد اكبر راس في النادي اللي هو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تفكيرنا كده. فده تعود خلاص.